تعالوا نرجع لموضوع مهم محتاج حقيقي بجد ان احنا كلنا نكون على وعي باهميته. لما بنيجي نتكلم على زيادة السكانية والانفجار السكاني، كل واحد بيفتكر انه المشكلة مشكلته لوحده. لا، هي خطر حقيقي بيهدد اي مجهود بيحصل للتنمية. دايما زيادة السكانية بتقضي على الاخضر واليابس، بمعنى عشان ما اتكلمش مع حضراتكم كلام كتير معقد، يعني البيت اللي انت بتبقى عامله يشيل 4 اكيد مش هيبقى كويس لما يشيل 10. المدرسه اللي انت عاملها عشان يبقى فيها 100 طفل اكيد مش هتبقى بنفس كفاءه المدرسه اللي هتحط فيها 1000. لما نيجي نخطط ونقول ان احنا عندنا رؤيه وانه في حاجات الاصلاح الاقتصادي حطها وان في مجهود كبير جدا لازم يواجه الزياده العشوائيه في السكان، وده فرق بان انت تقول للناس لا يا جماعة احنا ما قلناش محدش يخلف، بس قلنا بالمعقول وكل واحد يخلف اللي يقدر يربيه. وده اللي خلى الحكومة تلجأ لانها تعمل استراتيجية قومية للسكان، انها تواجه الزيادة السكانية. طبعا المجهود اللي بيحصل كل يوم ان احنا بنشوف تنظيم الأسرة وتوعية بأهمية الخطوة دي، وده كمان مش عشان بس فكرة زيادة السكانية، لكن عشان صحة المواطن، صحة الإنسان، عشان الأم تبقى كويسة وعشان تخلف أولاد كويسين وعشان يتربوا كويس وعشان يتعلموا كويس. مش كان القضية قضية أمن قومي وقضيتنا كلنا، مش إن كل واحد فيها بس يعني أنا مش هتأثر فأنت هتتأثر فأنا لأ، كلنا هنتأثر بيها. خلينا نتكلم بتفاصيل أكتر مع ضيفتنا اللي بتنضم إلينا عبر كاميرا إكسترا نيوز، الدكتورة سوسن فايد، أستاذة علم النفس بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. دكتورة سوسن صباح الخير. اهلا بيك يا دكتور. دكتور انا في البدايه عايزين نتكلم في مفهوم الزياده السكانيه، انه بمنتهى البساطه انه كل فرد ما يقيسهاش على نفسه. يعني ازاي نستوعب فكره انها قضيه امن قومي وبتضرنا كلنا، كلنا متضررين من الزياده العشوائيه في معدلات السكان؟ ده صحيح. عايزه اقول لحضرتك الحقيقه انتوا النهارده بتتناولوا مشكله كبيره قديمه جديده. احنا بقالنا سنوات طويله عقود بنحاول طول الوقت ان احنا نتواصل مع المفهوم العام والجمهور العام بحيث انه يبقى في فهم لقد ايه بتهدد يعني الكثافه السكانيه، بتهدد معدلات النمو، الأمن الاقتصادي، الاستقرار الاجتماعي. فعشان نفهم ده عايزة الأول أقول إن إحنا بنتضاعف كل 30 سنة. المؤشرات الإحصائية بتؤكد على إننا كل 30 سنة بنبقى الضعف. ففي الحالة دي إحنا وصلنا 100 مليون. فإذا إحنا ما يعني استشعرناش الخطر وابتدينا نفكر في إن لازم نقف وقفة حقيقية لمواجهة الزيادة السكانية، يبقى هنا احنا في محك خطير. يعني ال 100 مليون بعد 30 سنة يعني في 2050 يبقوا 200 مليون. في الحالة دي لازم يعني نفكر كتير ونفهم احنا رايحين فين. وده البرنامج الثقافي الموجه لمواجهة الزيادة السكانية وتنظيم النسل يجب ان هو يوضح ده طول الوقت. احنا عندنا يعني لو استنينا على كده ممكن هنضاعف كل الـ يعني كل الـ اللي احنا قدرنا نحققه لغايه النهارده. ممكن اضربك على سبيل المثال، ممكن هنبقى محتاجين 20 فدان، 20 مليون فدان، 20 مليون وحده سكنيه، 30 جيجا وات كهرباء، محتاجين 50,000 مدرسة، ومحتاجين 2000 مستشفى. فده على سبيل المثال، ليس ده 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 اللي احنا محتاجينه من ازاي ده اللي احنا محتاجينه من معدلات نمشي بالمعدلات دي عشان نواكب الزيادة السكانية. وده طبعا امر غير طبيعي وفوق قدرات احتمال اي دولة. مش طبيعي بالظبط. احنا النهارده حتى لو عملنا ده هنيجي بعد 30 سنه نبقى احنا ما تحسناش، هنبقى ثابتين. فاحنا عايزين نتقدم، واحنا راس الدوله عندنا النهارده يعني بيعمل مجهود بصراحه يصل لمرتبه المعجزه. فاحنا ازاي يبقى شايفين الكل بيعمل والكل
بيحاول يحسن وعايزين البلد دي تبقى تنهض، وفي نفس الوقت ما فيش حد بيساعد. فمهم قوي قوي يبقى في عدة إجراءات. أنا شايفة في تقديري إنه لابد إن يبقى في تحديد لعدد المواليد، كل أسرة تخلف اتنين، تربيهم الدولة، ترعيهم الدولة، تعلمهم وترعى صحتهم. اللي هيزيد عن كده يتحمل هو بقى مسؤولية الإنفاق، الدولة ترفع إيدها عشان يستوعب هو قد إيه الدولة بتقدر تشيل. يعني هو هيشيل، يعني حضرتك عايزة الدولة مش هتقدر تشيلها، إنه الدولة بعد كده مش هتتحمل دعم المواطن اللي هو بيقرر يخلف كتير. يعني اللي عايز يخلف كتير يشيل هو مسؤولية نفسه يعني. بالظبط. طيب نحددها في واحد عندنا نماذج لدول كتير قامت بالمسألة دي. يعني اللي في مفاهيم سايدة مغلوطة، اللي بيقول لك مثلا اللي بيجي بيجي برزقه، هخلفهم عشان يشتغلوا ويجيبوا عائد، انا ما خلف خمسة والخمسة ما اقدرش اربيهم ولا اعلمهم مش هيجيبوا لي حاجة. لكن لو ابتديت اربي اتنين تربية كويسة اعلمهم واهلهم، ممكن هم دول يجيبوا لي العائد المجزي او الرزق اللي انا برجوه. فاذا المفاهيم دي احنا محتاجين تطوير للبرنامج الثقافي اللي هو اللي هو بيواجه المسألة. فيجب ان يبقى في توضيح طول الوقت، وما يبقاش حملة ونستنى، ده لازم يكون دوري باستمرار، وخاصة في بحري وفي قبلي، لان هم دول اللي عايشين، يعني حاسين ان هم قادرين يعيشوا مكتفيين بذاتهم، مش فاهمين اللي احنا بنقوله ده. فلما يتقال ده طول الوقت في الحملات التثقيفية والنزول ليهم، يعني مش مجرد يبقى من مجرد وسائل الاتصال وفقط، احنا عايزين رائدات ورواد ينزلوا. هو بالفعل ده بيحصل، يعني وزارة التضامن الاجتماعي يا دكتور بتقوم بده وبيعملوا حملات لطرق الابواب، المجلس القومي للمرأة، يعني عدد كبير جدا الحقيقة من الوزارات والمؤسسات والتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني بالفعل بيقوموا بده. لكن احنا لو بنطلب من حضرتك انك تقدمي نصيحة للمواطن نفسه، اللي ممكن يكون كل واحد يقول لك طب وانا مالي، يعني كل واحد مسؤول عن نفسه فيما يتعلق بموضوع الانجاب تحديدا، واكيد يعني ما فيش حد فينا بيدخل في حياه حد او يطلب منه او بيفرض عليه عدد معين من الاطفال هو ينجبهم. لا انا ما اقصدش افرض عليه، اقصد ان يبقى في دعم الاثنين وامتيازات، لكن فيما عدا هذا يتحمل الاب والام. يعني ده اللي انا اقصده عشان يفهموا ان في حجم وضغوط اقتصاديه، لازم يفهموا ده. من خلال دي هيتسالوا انتوا بتعملوا كده ليه، فيبقى الردود بمؤشرات احصائيه بحيث ان يستوعبوا الوضع. لكن انا عارفه ان مجلس المراه ووزاره التضامن بيقوموا بادوار يعني رائعه، طبعا انا ما اقدرش انكرها. ولعلم حضرتك احنا يعني في تحسن في انه ابتدت الناس تستوعب دوت وابتدى يبقى في استجابه، بس احنا عايزين الاستجابه اللي تواكب الخطر. يعني 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 بيحصل تحسن بطيء، احنا عايزين يكون في استمراريه، النزول على طول، الاحتكاك على طول، وهكذا. اذا كنت حدي نصيحه للمواطن العادي، انا هقول له انا يعني نمره واحد علشان يبقى بيتك قوي وعندك دخل وتبقى مستريح، حافظ على جهدك وانفاقك بانك تقلل العدد، لان ده مصلحتك ومصلحه الابناء اللي هيجوا. والكثره مش قوه، القوه في النوع، انك انت يبقى عندك تعليم جيد، تاهيل جيد، اعداد لاولادك تفخر بيهم. وفي بعد برضو غائب عن الكتير في المساله دي، وهو البعد السياسي. احنا عايزين يبقى عندنا بعد سياسي ووعي باننا مستهدفين، عايزين نبقى دوله قويه مش كتيرة. احنا مش عايزين نبقى كتار، احنا عايزين نبقى اقوياء بعلمنا وبرعايتنا وبصحتنا. فده مهم جدا جدا علشان نقدر نصد كل الحروب الجديدة. احنا عندنا حروب من انواع مختلفة اختلفت عن ما سبق، الحروب البيولوجية وحرب العقول اللي احنا بنعانيها طول الوقت. وعايزة اقول للمرأة تحديدا، حافظي على صحتك وحافظي على جمالك وحافظي على بيتك، من انك ما تبقيش مشتتة، جهدك مبعثر، خليكي يعني في حالة تركيز ووعي وإدراك،
باللي بيدور حواليكي متمكنة من حياتك ومن تصرفاتك. أنا بشكرك جدا كل الشكر دكتورة سوسن فايد أستاذ علم النفس بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. بشكر حضرتك على وجودك معنا، وزي ما قلنا أنه موضوع الزيادة السكانية ده بيحتاج وعي من كل مواطن فينا، يعني محدش يحس أنه دي مش قضيتي أو دي مش مشكلتي أو دي أنا مش هتأثر بيها. لا، كلنا بنتأثر، كلنا الـ أكيد أكيد ده بيهدد أمننا القومي، وأكيد إحنا كلنا محتاجين نحافظ على معدل النمو بتاعنا، ومحتاجين كمان الجيل اللي يجي يكون عنده صحة كويسة. طيب، كل مشاهدينا على إكسترا نيوز وكل مشاهدي هذا الصباح، بكده تكون حلقتنا مع حضراتكم انتهت. إلا أن يتجدد لقائنا غدا عشان نبدأ مع بعض يوم جديد بصباح جديد. تحياتي لكم، أسماء مصطفى، أشوفكم على خير.